وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، روى الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيقعدون ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء، فيسألهم ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم، فيقول: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب، ما رأوك. قال فيقول: كيف ولو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأكثر تسبيحا. قال فيقول: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال فيقول: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا يا ربي، ما رأوها. قال فيقول: كيف ولو رأوها؟ قال فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد حرصا. قال فيقول: ومما يستجيرون؟ قال فيقولون: يستجيرونك من النار. قال فيقول: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا يا ربي، ما رأوها. قال فيقول: كيف ولو رأوها؟ قال فيقولون: لو رأوها لكانوا أبعد وأحرص فرارا منها. قال فيقول: أي الله تبارك وتعالى: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وفي رواية مسلم: إن فيهم فلان خطاء. قال فيقول: وله قد غفرت، هم القوم
لا يشقى جليسهم، وفي رواية لا يشقى بهم جليس. هذا الحديث عباد الله من الأحاديث العظيمة، وفيه فضل الذكر، لذلك أورده النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل حلق الذكر. والذكر عبادة عظيمة يتقرب بها العبد لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وذم الله تبارك وتعالى المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذكر عبادة عظيمة عباد الله، وأفضل الذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا أفضل الذكر، وهذه شهادة التوحيد، ولكن لا يكفي فيها القول باللسان فقط، بل يجب على العبد أن يعلم معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، أي لا أحد يستحق العبادة مع الله تبارك وتعالى، لا رسول من الرسل يستحق العبادة، ولا نبي من الأنبياء يستحق العبادة، ولا ملك من الملائكة، ولا بشر من البشر، ولا ولي من الأولياء والصالحين. إنما العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأسأله عز وجل أن يصلح أحوال بلادنا، أسأله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأن يعينهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ذكرنا أن الذكر من أجل العبادات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هؤلاء القوم الذين يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى قد غفر الله تعالى لهم، وفيهم الخطاء، يعني كثير الخطأ وكثير المعاصي والذنوب، كذلك غفر الله تعالى لهم، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليس. وفي هذا فائدة عظيمة، ألا وهي مصاحبة أهل الخير ومجالسة أهل الخير، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليس. وأما الطريقة الصحيحة في الاجتماع
على ذكر الله عز وجل، كما قال أهل العلم أن يجتمع الناس إما في بيت من بيوت الله وهذا أفضل، أو في غير بيوت الله يجتمعون وكل يذكر الله كل يذكر الله تبارك وتعالى على انفراد، هذا يقرأ القرآن وهذا يسبح الله وذاك يحمد الله وهذا يدعو الله، هذا هو المشروع وهذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أما أن يجتمع الناس ويبتدعوا أذكاراً ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ويقومون صفوفاً ويتمايلون ويتراقصون يا دائم يا دائم يا حي يا حي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالتمايل والرقص وبصورة جماعية وبصوت واحد، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم أجر في هذا العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمشروع في الاجتماع على الذكر ما ذكرناه آنفا. ثم إن قوما اتخذوا هذا الباب العظيم باب الذكر فضلوا وأضلوا كثيرا من هذا الباب. على سبيل المثال يقول قائلهم واسمعوا لهذا البيت عباد الله واحكموا بأنفسكم، نحن خلونا وكلامنا خلو، اسمعوا الكلام واحكموا بأنفسكم، لأنه في ناس بيشنعوا علينا ما عندكم شغلة غير الكلام في الناس، ما عندكم شغلة غير تتبعوا كلام الناس. طيب إذا كان كلام الناس باطل أنا أتركه؟ حتى لو كلامنا نحن باطل هل نتركه؟ لا والله، بل الواجب الواجب أن ينهى عن المنكر، والواجب أن يبين الحق من الباطل للمسلمين، وده فيه مصلحة عظيمة للناس حتى يعرفوا الطريق الصحيح من الطريق السقيم والطريق الباطل الذي يؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. يقول صاحب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، وهذا الديوان مطبوع الآن الآن ما امبارح السني، لو تحركت بعد الصلاة ومشيت الدار السودانية للكتب أول طابق ولا تطلع فوق، أول طابق تحت على يدك اليمين تجد دواوين شيخ الزريبة، أول طابق على يدك اليمين أمش اشتريه واقراه. إذا لقيت كلامنا غلط لك الحق إنك تجي ترد علينا هنا في هذا المكان في المنبر ذا، ونحن مستعدين والله، عندك الحق بس 200 بعد ما تشتريه وتقراه. أما لا اشتريته ولا قريته ولا شفته فما من حقك شرعا، ما من حقك تنكر علينا. قال هذا الرجل في هذا الديوان في باب الذكر، في باب الذكر، ونحن ما طلعنا من الموضوع ده موضوعنا ذاته. قال فالذكر عنوان الولاية به حقا يكون المريد وليا. قال بالذكر المريد يترقى إلى درجة الولي، كويس ما في مشكلة. طيب بعد ما يبقى ولي ماذا يفعل؟ قال يكون به المريد وليا يهب الغلام يطير في جو السماء يطوي المهامة طيا. قال دي ثلاثة حاجات بيسويها لما يبقى ولي، أول حاجة بيهب الغلام، وما قال بإذن الله عشان ما يجينا متفلسف من الفلاسفة ويقول لك لا يهب الغلام بإذن الله، هو ما قال بإذن الله، صاحب الكتاب ما قال بإذن الله، قال يهب الغلام، ولو قال بإذن الله حتى لو قال بإذن الله فأين دليله؟ أين دليله أن هؤلاء الأولياء يهبون الغلام بإذن الله؟ وين دليله؟ إذا قالوا قال جبريل عليه السلام لمريم
لأهب لك غلاما زكية؟ نقول جبريل رسول من عند الله. أما الشيوخ رسل من؟ الشيوخ رسل من؟ الأولياء الموجودين الآن رسل من؟ هل عندهم دليل من القرآن؟ أبدا. هل عندهم دليل من السنة؟ أبدا. جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. إذن الواهب الله وليس جبريل. ويؤيد هذا القول القراءة الثانية، قراءة متواترة صحيحة، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. إذن من الواهب؟ الله وليس جبريل عليه السلام. لا أحد يهب الغلام. البد جنى الله براو. والله تعجب في مجتمع مسلم الناس لسه بغالطوا البد جنى منه. والله تتعجب، مجتمع مسلم يصلي 5 صلوات في المساجد ويصوم رمضان ويحج ويمشي العمرة لسه بتناقروا البدي جنى الله براو ولا الله والشيخ؟ نسأل الله السلامة والعافية. الذي يهب الغلام الله عز وجل. وأي دول بيقول لك عندنا شيخ بدي جنى؟ نسأل سؤال واحد، الشيخ في يوم من الأيام أكان جنى ولا ما كان؟ نعم كان جنى، لأنه ما مرق من بطن أمه شيخ. طيب منو جابه؟ هو ذاته جابه منو؟ أجابه منو؟ يقول لك جابه الله. طيب الله جابه، يجي هو يجيب الجنيات؟ يعني الله بعد ما جاب الشيخ خلى الشغل للشيخ يعني؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاب الشيخ هو اللي بيجيب غير الشيخ، وهو الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فما في شيخ بيدي جنى، ولا في شيخ بيهب الذرية، ولا في شيخ بيطير لأنه قال يطير في جو السماء. ما في ولي بيطير. البيطير الطير، الطير هو البيطير. الله قال ولا طائر يطير بجناحيه. ما في ابن آدم بيطير، الله ما خلق ابن آدم بيطير يا ناس. البيطير هو الطير أو الطيارة، الطيارة دي مصنوعة عندها جناحين بتطير. الشيخ جناحه وينه؟ ويطير كيف؟ ويطير ليه؟ كل هذه أسئلة دار الله جواب. ولماذا ما طار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. لما هاجر من مكة للمدينة 13 يوم ماشي في الشارع، 13 يوم في الصحراء، ليه ما طار؟ أهؤلاء خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قالوا نعم كفروا، لو قالوا لا. طيب ليه ما طار؟ ليه ما طار؟ دارين أجوبة على هذه الأسئلة. ما في شيخ بيطير، كل كذب وافتراء على دين النبي عليه الصلاة والسلام. والمشكلة ده باسم الدين. الكلام ده لو قالوا باسم الفنون الشعبية، باسم الرقص الشعبي، باسم أي حاجة، رياضة في رياضة، ما عندنا معهم شغلة. لكن قالوا باسم الدين، باسم الولاية، باسم الصلاح، ودي المصيبة العظيمة. قال يطوي المهامة طيا، يعني مسافات طويلة يقطع بخطوة أو خطوتين أو 3. كل ده أخوانا كذب، وده ما عنده علاقة مع الذكر، وما عنده علاقة مع الولاية. الولي هو الذي يعبد الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا بيطير، لا بد جنى، لا بيعلم الغيب، لا بيعوج حنك ولا أي حاجة، ولا بيجيب رائحة. أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، دين هم الأولياء الحقيقيين. أما سوى ذلك فهؤلاء مزعومون أو مزعومين. الكلام يطول على هذا الحديث والفوائد عظيمة، لكن عباد الله لنستقل هذه الفرص ونكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، من قراءة القرآن، من التسبيح، من التهليل، من التكبير، من التمجيد. نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا حتى يذكرنا الله تبارك وتعالى عنده في ملأ خير من الملأ الذي ذكرناه فيه. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.